بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمات وبركة الآن وكل أوان إلى ذكر الدور كلها. النهاردة بنختتم الكورس أو الترم بتاعنا الخاص باللاهوت المقارن. اتكلمنا في المرات السابقة عن عدة مواضيع، منها مقدمة عامة وعن المعمودية والتقليد والصوم والحكم الألفي وإيه تاني؟ وتاريخ الفكر الكريستولوجي. دي كان المرة اللي فاتت محاضرتين في بعض، وده كان أهم موضوع لأنه ده أول نقطة خلاف وما زالت مستمرة وحية، فعشان كده بيكون له أهمية كبيرة. اتكلمنا بشيء من الإيجاز والشمول، يعني تعملنا نتكلم فكرة شاملة موجزة. خدنا مراحل كتيرة ولكن بإيجاز. النهاردة هنحاول نكمل بعض المواضيع ونكتفي بما يسمح الوقت عشان هدي فرصة للأسئلة. المرة اللي فاتت ما كانش فيه وقت لإجابة الأسئلة فأجلناها للمرة دي. ده آخر لقاء لي معاكم في الترم ده، فعشان كده هأتيح فرصة للأسئلة في الآخر. ياريت اللي عنده أسئلة يجهزها من دلوقتي عشان حسب حجم الأسئلة أرتب الوقت. القدر اللي بدهولكم النهاردة إيه؟ الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع بسيط، وأي حد فيكم يكون عايش في الكنيسة وبعمق هيقدر يفهمه لوحده على طول أو يستنتجه لوحده، وهو مكانة السيدة العذراء وكرمها بيننا وبين إخواتنا البروتستانت. البروتستانت نشأوا كرد فعل للكاثوليك، فإذا كانوا الكاثوليك غالوا في بعض الأمور فالبروتستانت جم على النقيض تماما. دول أقصى اليمين ودول أقصى اليسار. الكاثوليك بلغوا في الكلام عن العذراء بعض الأمور، فالبروتستانت عملوا العكس تماما، اعتبروا الست العذراء إنسانة عادية، كل اللي خدناه منها أنها بس ولدت لنا ربنا يسوع المسيح وبس. أحيانا يدوا تشبيهات يقولوا زي البيضة كده، خدنا الكتكوت والقشرة خلاص بتترمي يعني أو ملهاش قيمة. ويطعنوا في دوام بتولية العذراء، ممكن يقولوا دي إنسانة يعني عاشت حياة يعني عادية واتجوزت بعد ما خلفت ربنا يسوع المسيح، أو يعني بقى ليها علاقة طبيعية مع القديس يوسف النجار وخلفت منه أبناء، ويدعوا عليها حاجات ويحاولوا يستشهدوا ببعض آيات من الكتاب المقدس يفسروها بطريقة خاطئة تؤيد الفكر بتاعه.
طبعا احنا اكرمنا للست العذراء مبني على تعليم الكتاب المقدس نفسه. اول وصيه بوعد في العهد القديم قال اكرم اباك وامك، التي هي اول وصيه بوعد، فهي كأم لابد أن يكون لها كرامتها، ده أولا. وإحنا بيت يومنا هذا أكتر حاجة ترفع رأس الشخص أن يدبها بأمه كمان أكتر من أبوه بصفاتها وشرفها وعفتها وشخصيتها، والعكس صحيح، أكتر حاجة تجرح الإنسان لو في إساءة الأم. فإحنا لما بنكرم الإنسان، لو كرمت إنسان أكرم أمه، شيء طبيعي، لأن كرامة الأم من كرامة ابنها. فدي من حيث المبدأ حتى الإنساني العادي في معاملتنا مع بعض. فإن كنا ونحن بشر نكرم الأم بقدر ما يكون هي أم لشخصية عظيمة، بقدر ما بتكون كرامتها عظيمة. السيدة العذراء رغم تواضعها الشديد وسلوكها الذي يدل على هذا، أن سلكت بالتضاع واحتملت أن تكون في وضع ممكن لو واحدة غيرها ما كانتش احتملته، ما كانتش تقدر تتضع. لكن عظمة السيدة العذراء أنها رغم أنها والدة الإله، أنها سلكت في منتهى الاتضاع والوداعة، وكلنا عارفين الحكايات إزاي كانت تخدم الآخرين، وإزاي كانت رقيقة ومحبة وحنونة مع الآخرين. عمرها ما سلكت بتعظم أبدا. لكن رغم كده لما راحت لأليصابات كان في بقى زي وحي نطق على لسان أليصابات، ووحي نطق أيضا على لسان السيدة العذراء. فلما قالت سلام لأليصابات قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فحين صار صوت سلامك في أذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى التي أمنت بما قيل لها من قبل الرب. أليصابات قالت الكلام ده منين؟ ما كانتش هتعرف حاجة، لكن ايه يعني الروح القدس او روح ربنا نطق على فم أليصابات. ردت عليها الست العذراء بوحي ايضا، وقالت تسبحتها الجميلة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، تقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته. لغاية ما قالت الجملة هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوروني،
هوذا منذ الآن جميع الأجيال إيه تطوروني. وفعلا كل الأجيال تطورها، حتى غير المسيحيين يطوبونها ويحبونها. أكتر اسم منتشر في العالم كله بكل اللغات هو اسم السيدة العذراء، تلو مريم وميري ماريا مريم. وفي بقى نسمع ألقاب ليها كل يوم، والتاني نسمع اسم نشوف بناس صغيرة ايه ده، يقولوا ده اسم العذراء مش عارف بلغة ايه وده اسمها بلغة ايه. يعني الكل بيتمحك في العذراء. فهي الوحي نطق هو زنوز الآن جميع الأجيال إيه تطوبني. فالسيدة العذراء لم تطوب من البشر فقط، ولكن حتى السمائيين يعطونها كرامة. شوفوا انتوا الملاك أو رئيس الملائكة جبرائيل أو غبريال لما جالها قال لها إيه؟ السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. شوفوا لغة التكريم والأدب وإعطاء الكرامة. السيدة العذراء قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ولكن في الواقع أنها مطوبة قبل أن تولد، من قبل ما تتولد وهي مطوبة ومكرمة. كل النبوات والتشبيهات التي وردت في العهد القديم الخاصة بالسيدة العذراء تنطق بكرامتها. نقول بعضها: المزمور يقول قامت الملك عن يمينك أيها الملك، وده فيه إشارة للسيدة العذراء. كل مجد ابنة الملك من داخل، هي ابنة الملك ولها مجد. وفي الأمثال يقول الكتاب عنها: نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة مثلهن. ركزوا معايا، أنا أحيانا ببص عشان أركز في اللي هتمتحنوا فيه، لكن مثلا مش عايز أسرح زي المرة اللي فاتت عشان الوقت محدود. لها تشبيهات في العهد القديم كثيرة. نقول هي قبة موسى اللي هي خيمة الاجتماع ديت، اللي هي مسكن الله مع الناس، فلأنه جه وسكن فيها فهي القبة. يطلق عليها مدينة الله، هي قسط المن، المنارة الذهبية حاملة النور، تابوت العهد
سلم يعقوب، العليقة، المضمرة، الحمامة الحسنة، كل دي تشبيهات شبهت بها السيدة العذراء في العهد القديم، وما زلنا نرددها في العهد الجديد أيضا. نلقبها بألقاب كثيرة، واقعية ما فيش فيها مبالغة، ولكن هو ما يجب أن يقال لها. أي أم أحيانا تلقب بابنها، مش بيحصل كده؟ أما يكون ابنها اسمه فلان يقول لها يا أم فلان، فلان ده بقى عمدة يقولوا أم العمدة، بقى ظابط أم الظابط، بقى وزير أم الوزير، بقى دكتور أم الدكتور، وهكذا. فإذا كل لقب لقب به السيد المسيح له المجد فارتبط بالسيدة العذراء أيضا. فربنا يسوع المسيح له المجد هو القدوس، زي الملاك ما قال العذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يبقى هي أم مين؟ أم القدوس. يقول أنا هو النور الحقيقي، يبقى هي أم النور. هو المخلص، تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، يبقى هي مين؟ أم المخلص. هو الإله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يبقى هي والدة الإيه؟ يبقى والدة الإله. تسمينه عمانوئيل، يبقى هي أم عمانوئيل. إليصابات نفسها قالت أم ربي، وهكذا. هل في كل هذا أي شيء من المبالغة، ولا دي حاجة واقعية طبيعية عادية إحنا حتى في حياتنا بنسلك بيها؟ فإذا الألقاب اللي إحنا بنلقب بيها العذراء ألقاب طبيعي جدا أن تلقب بيها، يعترض البروتستانت على بعض الأمور، يقولوا أنتوا بتقولوا على العذراء هي الكرمة، في حين أن ربنا يسوع المسيح له المجد يقول أنا هو الكرمة الحقيقية، إزاي تنسبوا ليها ما ينسب للسيد المسيح وحده؟ ايه رأيكم؟ نقول لهم عادي، ده تشبيه، وجه الشبه بيختلف، ده بمعنى وده بمعنى،
يعني السيد المسيح نفسه هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. والكتاب يقول عن الشيطان يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. طب ازاي نشبه السيد المسيح بما شبه به الشيطان؟ نقول لا، التشبيه ده تعبيرات بلاغية بنشوف وجه الشبه ايه. اما بنقول على السيد المسيح هو الاسد الخارج من سبط يهوذا بنتكلم على قوته. بنشبه القوة بالايه؟ بالاسد، او كالاسد في قوته. لكن لما بنقول إبليس عدوكم كأسد زاري يقول ويلتمس أن يبتلعه، دي بنقصد بها صفة الافتراس. ما صفة القوة حاجة وصفة الافتراس حاجة. في كائنات قوية جدا لكن مش مفترس، وفي كائنات ضعيفة لكن مفترس. الفيل قوي جدا لكن مش مفترس. قطة صغيرة، وعم حبوا إذا لحد يبقى قطة يعني كأنها حاجة بسيطة كده، لكن تلاقيها مفترس، ممكن لو شافت فار تاكله. فدي صفة. ده غير إن الصفة نفسها بتختلف في اتساعها وقوتها. يعني ربنا يسوع المسيح يقول أنا هو نور العالم، وهو نفسه يقول لنا أنتم نور الإيه؟ أنتم نور العالم. لكن في فرق، هو النور الحقيقي وإحنا نور، بس نورنا منه. الشبه واحد لكن القياس مع الفارق. المسيح هو الراعي الصالح، ولكن رغم كده أطلق على أولاده رعاة برضه، ارعوا رعية الله التي اقتناها بدمه، أعطى البعض أن يكونوا رعاة، أقيموا لكم رعاة حسب قلبي. فهو راعي وممكن يخلي فيه رعاة على أصغر كوكلاء عنه. ففيه صفات ممكن تبقى خاصة بيه ويديها لأولاده بمعنى إيه؟ بصورة مصغرة. ست العذراء لما بنقول هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، فهنا وجه الشبه ان الكرمة فيها عنقود الايه؟ الحياة دون ان يفلحها احد. عنقود الحياة المقصود به مين؟ السيد المسيح. فهنا وجه الشبه الكرمة والعنقود. لكن لما ربنا يسوع المسيح يقول انا هو الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان، ده وجه شبه آخر خالص. قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الإيه؟ فهنا الكرمة بمعنى، وهنا الكرمة بمعنى آخر. فاكر زمان زمان قوي في السبعينيات كنت في الدير، كنت شاب صغير ورحت خلوة في الدير، وإحنا واقفين في الدير فجأة جه زيارة للدير قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه. كانت الدنيا هادية رايقة، ما فيش ناس غير اللي في الخلوة، كنا شباب قليل قوي. فكان بعض الأباء الرهبان وكان عددهم قليل وبعض الشباب الخلوة، وكنا واقفين كلنا تحت تكعيبة عنب
فقدس البابا سألنا سؤال، ألقى سؤال على الواقفين، قال لهم طب ليه ربنا يسوع المسيح قال أنا هو القرم وأنتم الأغصان؟ اشمعنى القرم؟ ليه اختار القرم؟ ما في شجر كتير وفي أغصان، كل شجر له أغصان، لكن ليه اختار القرم؟ حد يعرف؟ ما الشجر كله كده؟ في زيها اللي عارف. أما أذن لحد يقول يتكلم، من غير ما أذن مفيش كلام. حد عارف؟ طيب عشان ما نضيعش الوقت، هو أغصان العنب لو تلاحظوا، لو تبصوا عليها كده تلاقوه شكل الأغصان زي الحطب الناشفة، حطب اللي يشوفها يفتكرها حطب جاف قوي، يعني يبقى مقشف كده يعني ناشف قوي، دون باقي أغصان الأشجار الأخرى ممكن تلاقوها خضرة وعافية وفيها نضارة، لكن أغصان الزيتون القرن أو العنب تلاقوه إيه؟ في جفاف كده وهش شوية، لكن تبصوا تلاقوا الثمرة بتاعته كلها عصارة، أكتر ثمرة عصارية العنب. إزاي الغصن الحطب ده الناشف يطلع ثمرة رطبة كلها عصارة زي العنب؟ طول ما هو ماسك ومتحد بالقرمة يثمر هذه الثمار، لكن بدون اتحاده بالقرمة يبقى غصن حتة حطب تلقى في النار. وده بيشبه ثباتنا في المسيح، احنا تراب ورمال لكن ممكن يبقى فينا ثمر حلو طول ما احنا ثابتين في المسيح. كان وجه التأمل حلو قاله سيدنا البابا ساعتها. فعايز اقول وجه الشبه بيختلف حسب ايه المقصود بيه. حتى الكنيسة بنشبهها بالقرمة برضو، احنا نقول للست العذراء ايضا انت يا باب الحياة، بروسانتي يعترض على ذلك، في حين ان الكتاب نفسه في حسقيال يقول رأيته بابا من مشرق دخل منه رب المجد وخرج. وطبعا كل الاباء يقولوا هذا المقصود بمين؟ الست العذراء. دخل وخرج والباب مغلق، إشارة لدوام بتوليات. فهنا شبهت بالباب، لكن ليه بنقول هو باب الحياة؟ لأن هو نفسه يقول أنا هو القيامة والحق والحياة، فإذا كان هو الحياة يبقى هي باب الإيه؟ باب الحياة وباب الخلاص.
فدي كلها مرتبطة بألقاب السيد المسيح نفسه. يعترضوا أيضا علينا يقولوا أنتوا بتصلوا للعذراء، وخصوصا احنا بنقولها في الأجبية دايما في القطعة الثالثة من قطع الصلوات بتبقى للست العذراء. يا ترى احنا بنصلي للعذراء؟ لا، احنا نتشفع بيها، يعني بنناجيها عشان نطلب شفاعتها، نتواصل معها لأجل شفاعتها، لكن مش بنصلي لها صلاة العبادة. نقول لها يا باب الحياة العقلي أنت هي المقربة من مشارق الشمس إلى مغاربها، إن الآية العذراء الطاهرة زبير زلك السريع المعنى لعبدك، وبعدي أمواج الأفكار رضية عني، ونهدي نفس المريضة لصفانك أم قدر رحيمة معينة، ولدت ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. بنتوسل بشفاعتها، نطلب توسلها وشفاعتها من أجلنا. فنحن نخاطبها لما نيجي نطلب شفاعة حد، مش لازم نكلمه يا ماري جرجس، يا بوسيفين، يا أمبنطونيوس، لازم نخاطب. فهذه المخاطبة مناداة لطلب الشفاعة وليس صلاة عبادة ليها. فهم يحولوا بعض الحاجات لأمور مبالغ فيها عشان يهاجموا بس. في نقطة مهمة بنختلف فيها مع أخواتنا البروتستانت، اللي هي دوام بتولية العذراء. يقولوا إن العذراء بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح عاشت بقى حياتها الطبيعية خالص، وفي حياة زوجية طبيعية مع القديس يوسف النجار، وخلفوا صبيان وبنات، وعاشوا في تبات ونبات، وعادي خالص كده. والغريب إن هم يحاولوا يستشهدوا ببعض الآيات من الكتاب المقدس، هنذكرها ونرد عليها بسرعة. أول حاجة عبارة ابنها البكر اللي وردت في لوقا 2 وفي متى 1، بيقولوا الكتاب يقول ابنها البكر، مقصود بمين؟ يقولوا شايفين بكر اهو، يعني معنى كده ان في ايه؟ اخوات. مين قال ان البكر لازم يبقى له اخوات؟ وممكن يبقى فيه بكر وحيد، كل فاتح رحم يبقى بكر، الكتاب نفسه بيقول كده، كل فاتح رحم من الناس والبهائم كمان هو بكر، سواء في الانسان او الحيوانات، وأمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. فليس معنى البكر إن شرط يكون له أخوات، ولكن طالما هو فتح الرحم المولود الأول يبقى قدس للرب بكر، أما كان بيبقى كل البكر ده قدس للرب. طب نفترض ناس خلفوا
واحد وما جابوش تاني بيبقى قدس للرب ولا لا؟ بكر قدس للرب. يقولوا طب بلاش ديت، حته تانيه بقى. يقولوا ايه؟ الكتاب نفسه، يقولوا احنا هنكلمكم من الكتاب المقدس. الكتاب يقول على العذراء في متى واحد، الملاك بيقول ليوسف النجار لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. شايفين بقى؟ أو بيقول امرأتك، مع ان الكتاب في موضع اخر امرأة مخطوبة لرجل، ذكر امرأة وايه ومخطوبة. هنا في حاجتين، اولا كلمة امرأة، هذا التعبير بيختلف حسب الثقافات والتقاليد من مجتمع لآخر. فكلمة امرأة ممكن تشير إلى الأنوثة نفسها، وده ورد في الكتاب أمثلة كتير. بيتكلم في العهد لو امرأة مخطوبة لرجل، يعني بيتكلم حال المخطوبة كأنها ايه امرأة. فالتعبير مخطوبة ان يعبر عنها بامرأة يعني انسانة بالغة مكتملة الانوثة وبقت مخطوبة، فدي معنى امرأة بالنسبة لذلك العصر او في الثقافة اللي كانت عند اليهود. ثانيا، كان الوضع بالنسبة، شوف يا ولاد عايزكم تفهموا حاجة مهمة، الست العذراء كانت مخطوبة للقديس يوسف النجار، لكن رسميا بتعتبر كانت زوجته، ولكن في الواقع لم يكن هناك علاقة بينهم. عشان كده الكتاب يعبر عن هذه العلاقة دايما بالمخطوبة، لكن هي لما خرجت من الهيكل وراحت عاشت مع يوسف النجار رسميا كان في عقد زواج، وده كان ترتيب إلهي. لأنه تفتكروا لو ما كانش في عقد رسمي بين السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، كان وضعها في المجتمع بقى إيه؟ حكم الشريعة عليها إيه؟ كانت هتتهم بالخطية والحكم عليها يكون الرجم. فهنا التدبير الإلهي أن يوسف النجار لما خدها عملوا عقد رسمي لارتباطها به، فكانت من الناحية الرسمية تعتبر زوجته أو امرأته. لكن لأن ما كانش في علاقة بينهم
فالكتاب احتفظ دايما بكلمة ايه؟ مخطوبة. تعرفوا هدو تهدي تشبيه، بس يعني طبعا مش متكامل، بس حاجة تقرب شوية. تعرفوا عند مثلا اخواتنا المسلمين دلوقتي يبقى ممكن يبقى في كتب كتاب، لكن لسه ما فيش، يسموها ما فيش دخلة او ما فيش جواز، لكن كتب كتاب كأني في رسميا بقت مراته، بس لسه ما ارتبطوش ببعض جسديا، لكن امام القانون مراد. لو حبوا ينفصلوا مش هيبقى فسخ خطبة، هيبقى ايه؟ هيبقى طلاق. يعني بنشبه بحاجة موجودة شوية الى حد ما. فالسيدة العذراء كان في هذا العقد الرسمي، وإلا كانت رجمت لما حبلت وولدت بربنا يسوع المسيح له المجد. لكن من الملاحظ ان الكتاب من بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح ما عادش يذكر لا امرأتك ولا خطيب مخطوبة، يقول الصبي وأمه، يقول خذ الصبي وأمه. أو رأى الصبي مع مريم أمه، ما يقولوش امرأة يوسف ولا غيره يعني. دي بالنسبة لكلمة ايه؟ امرأتك، اللي ممكن البرسانت بيستخدموها انها لا كانت لي في علاقة زوجية عادية بينهم بعد كده. يقولوا طب بلاش دي، هنجيب لكم حاجة تاني. يقول ايه؟ عندي ده في عبارة قالها الكتاب في متى 1:18، يقول عن يوسف لم يعرفها حتى ولدت. وفي مرة تانية يقول قبل أن يجتمع معا وجدت حبلى من الروح القدس. فيقول قبل أن يجتمع وجدت حبلة. يعني شوفوا بقى، هي ولدت السيد المسيح قبل ما يجتمع معه. الدليل على كده أن قبل ما يجتمع معه وجدت ايه؟ حبلة. نقول لهم طب جبتوا منين انه مجتمع بعد ما وجدت حبلة؟ هنا الكتاب عايز يؤكد حاجة معينة.
هدف الكتاب أن يؤكد إن ما قرب لهاش ووجدت حبلة. هنا التأكيد على إن ربنا يسوع المسيح ولد بدون زرع بشر، لكن ليس معنى هذا أن مجتمعه بعد ما حبلت، لأن ما فيش ما يشير لذلك على الإطلاق. يقولوا برضو في حتة فلم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. نفس الشيء، كل ده تأكيد إنها ولدت بدون زرع بشر. وكلمة حتى ديت تنفي ما قبلها، يعني لكن ما تجيبش من بعدها حدث يعني. وفي مثل شهير في الكتاب المقدس لما ميكال أخطأت مع زعلت من داود عشان رقص قدام تابوت العهد فتعاقبت عقاب سماوي، فبيقول الكتاب ايه؟ يقول لم يكن لها ولد حتى ماتت على ميكال. لم يكن لها ولد حتى ايه؟ حتى ماتت. فلو مسكنا كلمة حتى دهية انها يعني بعد حتى يبقى ولدت، يبقى هل ميكال ولدت بعد ما ماتت؟ لا، يعني عايز يقول لغاية لما ماتت فضلت ما عندهاش ايه. فهنا برضو التأكيد على الست العذراء، لغاية لما ولدت ربنا يسوع المسيح لم يمسها أحد. كل التركيز على التأكيد إن السيدة العذراء ولدت بدون زرع بشر. يقولوا طيب انتوا كل حاجة هنجيبها لكم، هتقولوا طب هنجيب لكم حاجة تاني. فاكرين لما كان ربنا يسوع المسيح قاعد يعني مع الناس وبعدين جم قالوا له وذا أمك وأخواتك برا؟ أمك ومين؟ وأخواتك. أهو الكتاب اللي بيقول أهو وذا أمك، مش إحنا، عشان ما تقولوش إن البرصاد هم اللي بيقولوا، الكتاب هو اللي بيقول أمك وأخواتك. أكيد أنتوا عارفين الإجابة يعني. لغاية يومنا هذا، مش هقول لكم يا أولاد من زمان، لوط مع إبراهيم يقولوا إخوة، مش كده؟ ولبان مع يعقوب لما جه يديله يقول له عشان احنا اخوات يعني هتخدمني مجانا. فكان القرايب ولا سيما اللي هم من الدرجات القريبه القزنز يتقال عليهم اخوات. والى يومنا هذا في عائلات كتيره تعرفوا حتى في مصر يا أولاد، كان لعصر معين القزنس ما يتجوزوش،
كان ولاد العم ما يتجوزوش من بعض. ليه؟ كان كلهم يعيشوا في بيت العيلة مع بعض فيطلعوا اخوات ويتعاملوا كاخوات. حتى العمام ممكن في بعض عائلات الى يومنا هذا الواحد ما يقولش لعمه يا عمي، يقول له ابويا فلان او بابا فلان. في عائلات الى يومنا هذا الواحد ما يقولش لعمه يا عمي، يقول له بابا فلان او ابويا فلان. وبالتالي الاولاد مع بعض بيعيشوا كايه؟ كاخوات. ومعروف تاريخيا وكتابيا، الكتاب نفسه جاوب على السؤال ده. الست العذراء كانوا أبوها وأمها نادرينها زي ما أنتوا عارفين، فبعد ما قدموها سمع ناس بتتكلم وراها. فربنا اداهم ابنة أخرى، فأبوها وأمها اعتزازهم بيها وباسمها، فقالوا خلاص ربنا ادانا مريم الأولى دي بتاعت ربنا، التانية هنسميها مريم برضو تبقى بتاعتنا. وكبرت واتجوزت واحد اسمه حلفة أو قلوبة، اللي هو قال عنه الكتاب قلنا على عند الصليب مريم أمه ومريم أخت أمه، امرأة قلوبة، وتقال عنها في موضع آخر أم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. يعني دول كانوا أولاد خالة ربنا يسوع المسيح، دول كانوا أولاد إيه؟ خلد يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، غير البنات. فتذكروا كتير كإخوته، وفي موضع آخر كتاب ذكر أخت أمه امرأة يعقوب. وتعرفين طبعا حتى بعض من تلاميذ المسيح الرسالة المعروفة للقديس يعقوب اسم يعقوب ابن حلف، ويهوذا برضو رسالة يهوذا، دول أولاد حلفة أو أولاد قلوبة، يسموه يعقوب أخو الرب. ويهوذا أخوه، فدول كانوا ولاد خالته. وكان معتاد كما هو متعرف عليه في ذلك الوقت وفي بعض العائلات حتى يومنا هذا أنهم يدعوا إيه؟ إخوة. والدليل على كده أن ربنا يسوع المسيح وهو على الصليب أما حب يهتم بالست العذراء
تفتكروا لو لي إخوات بالجسد وأربع أولاد غير البنات، هل كان هيبقى في احتياج إن يسلمها للقديس يوحنا ويقول له يا يوحنا هو ذا أمك، ويقول للعذراء هو ذا ابنك؟ هل يعقل هذا إذا كانوا هم إخواته؟ لكن هم الحقيقة أولاد خالته، والتاريخ يذكر هذا، والتقليد يذكر هذا، والكتاب المقدس نفسه يذكر هذا. دي بعض الحاجات البروتستانت بيحاولوا يقولوها عشان يقللوا من كرامة الست العذراء. لكن احنا السيدة العذراء عندنا تفوق كل القديسين، لا نعبدها ولا نؤلهها، ولكن نكرمها كرامة تليق بها كوالدة الإله، أم النور، أم المخلص، أم الملك، ونعيد لها أعياد كثيرة. من ضمن أعيادها عيد نياحتها 21 طوبة، شوفوا كم عيد بعد. عيد ميلادها 1 بشنس، البشارة بميلادها 7 مسرة، دخولها الهيكل 3 كياه، دخول العائلة أرض مصر، وهي طبعا من ضمن العائلة، 24 بشنس، صعود جسدها أو الاحتفال بتذكار صعود جسدها 16 مسرة، بناء كنيسة في فيليبي باسمها 21 بقونة، عيد ظهورها في الزيتون 2 أبريل، عيد ظهورها في الوراق 1 كياه، عشان بيختلف من سنة الكبيسة للإيه؟ للسنة العادية. المجمع المقدس في جلسته اللي كان السنة 2014 في مايو أقر الاحتفال بعيد ظهورها. فدي كلها أعياد نحتفل بيها بالست العذراء. نعم؟ ما هي في عيدين مندمجين مع بعض قلناهم. ده بالنسبة لما يخص الست العذراء. في موضوع تاني هنتكلم فيه بسرعة طالما ما جاش أسئلة. الله انتوا افتكرتوا. طب هقوله بسرعة جديدة قوي يعني. شوف يا أولاد، حاجة بنختلف فيها مع البرسانت، الاهتمام بالمواهب قوي. أنا أقولها كده خطوط عريضة يعني، مش هتكلم بالتفصيل. إخواتنا البرسانت يهتموا بالمواهب أكتر من الثمار. في حاجة اسمها مواهب الروح القدس، وفي حاجة اسمها ثمار الروح القدس. يهتموا بالمواهب، ولا سيما المواهب اللي ملهاش فايدة، زي التكلم بألسنة، وبيعتبروها علامة من علامات حلول الروح القدس، مع أن المواهب كتيرة. الحكمة موهبة، التدبير موهبة، التعليم موهبة، لكن سابوا كل المواهب ومسكوا في إيه؟ في التكلم بألسنة، اعتبروها من علامات حلول الروح القدس، في حين الكتاب نفسه
معلمنا بولس الرسول اللي اتكلم عن هذه الموهبة يقول جد للمواهب الحسنى، وبعدين يكمل يقول وأيضا أريكم طريقا أفضل اللي هو المحبة. وقال إن كل موهبة لابد أن تكون للبنيان، حتى لما اتكلم عن التكلم بألسنة جابها في آخر المواهب، والشرط أن تكون للبنيان. هو نفسه قال فليكن كل شيء للبنيان، ولهكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، لأن من يتكلم بلسان يبني نفسه، أما من يتنبأ فيبني الكنيسة. طبعا التنبؤ مقصود به التعليم يعني. وقال في الكنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين، أكثر من 10,000 كلمة بلساني، لأن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. احنا طبعا عارفين ان ربنا ادى الرسل موهبه التكلم بألسن عشان يبشروا في العالم كله، وكانوا كلهم ناس بسطاء لا يجيدوا اللغات، فلما تكلموا كلام الناس تفهمه. لكن للاسف اللي بيدعوا التكلم بألسنة لا معنى لها، ويتكلمون بطريقة بلغات غير معروفة. يعني أيام الرسل كان كل واحد يسمع باللغة بتاعته، دول أحيانا الناس تبص تلاقي كده يبرطموا. ونشكر ربنا كل لغات العالم دلوقتي ليها علماء ومعروفين. لو جبنا كل علماء اللغات في العالم كله وقعدوا اسمعوا، اللي بيتكلم عربي يقول ده مش عربي، بتاع الانجليزي ده مش انجليزي، ده مش الماني، ده مش فرنساوي، امال ايه اللي بيقولوه ده؟ هل ده اسلوب ربنا ولا ربنا بيدي الموهبه للبنيان؟ ده المعلمنا بولس الرسول بيقول لو واحد دخل من بره يقول علينا ايه؟ يقول عليكم ايه؟ لان الحكايه دي ظهرت من زمان وتمادى فيها بقى الايه؟ البروتستانت. دي يعني حاجه سريعه كده على الماشي من غير ما اتكلم بالتفاصيل عشان اجاوب الاسئله وما اعطلكوش. قولي يا بنتي الترتيله تاني مره تاني عقبال ما افرز الاسئله. كنت في المكان مع صوت لكل سامع.
خلاص في حد بيقول ممكن يبقى تشرح تاني الطبيعة الواحدة والطبيعتين؟ عشان نشرح تاني هناخد وقت كبير تاني، لكن هي متسجلة وممكن هنفكر نطلعها لكم تسمعوها تاني. ممكن في حد بيقول تختلف كنيستنا عن أهل العالم إنها تخلو من ظلم العالم وقسوته، ليه في كنيستنا القبطية بعض السلطات الكنسية التي تمارس بعض أنواع الظلم والقسوة مع الشعب؟ مع العلم أنا كخادم المفروض أتخذهم قدوة، ليه بنقول ونحفظ كلام وفي معظم الأوقات لا نفعل منه شيء؟ أكثر فئة اهتم بها السيد المسيح كانت الأطفال، وهم أكثر فئة تطرد من الكنيسة بسبب صوت أو حركة خارجة عن إرادتهم. الحقيقة القاسي هو صاحب هذا السؤال، يعني بيتعبر بطريقة قاسية، عمري ما كانت كنيستنا قاسية على الأطفال أبدا ولا قاسية على شعبها. الأطفال زي ما نعلمهم، للأسف اللي مفروض بيتخذ معهم موقف الكبار مش الصغار. الأطفال الصغيرين ممكن لما بيدخلوا الكنيسة ويندمجوا في ألحانها وتسابيحها ويشتركوا فيها بيكونوا في منتهى الهدوء، وخصوصا طقوس كنيستنا رائعة. أفتكر في مرة روحت كنيسة وصغرت في 7 و4 فيها، فلقيت أطفال صغيرين في حضانة سهرانين وبيقولوا لسه، يعني كانوا ما دخلوش مدرسة. وبعدين لما جينا نلبس التوني وجاي ارشم التوني فبصيت لقيت 2 منهم المقاريض الصغيرين دول جايبين الدنيا وبيقدموها، فبسأل دول مرسومين شمامسة؟ قالوا لا، أنا عادة ما بلبس أطفال إلا لو كانوا إيه مرسومين بسمسة. وبعدين أنا شايفهم بعيني سهرانين طول الليل ومشتركين في التسبحة وبيقولوا وهادين وكل حاجة، رغم أن كنت مجهد جدا في الليلة دهيت، لكن قلت لهم خلاص ما يرسموش دلوقتي وهرسمهم أبسلطس في القداس هيلبسوا وقت الايه. فقلت لهم تستنوا شوية، فولد منهم قال لي يعني مش هنلبس؟ قلت له لا هتلبس بس اصبر شوية عشان نرسمك شماس الأول. وفي الفعل رسمتهم مخصوص في اليوم دوت رغم ان كانت سهرة 7 و4 من دمج. لكن تعليم الأطفال الهدوء والنظام مسؤوليتنا برضو، ما هو لو ما علمناهمش مين اللي يعلمهم؟ لكن للأسف أنا نفسي للناس اللي بيقولوا كده هم يبقوا قدوة، لكن الطفل يبقى قاعد مع أمه ومع الكبار ويشوفهم يتكلموا مع بعض ويحكوا مع بعض، والأم تمسك الموبايل وتطلعه وتتكلم وهي في الكنيسة، فتبص تلاقوه لا إراديا يشعر إنه في مكان عادي فيسلك، هي بس بتسلك برضه ككبيرة تنتهز فرصة حد مش واخد لباله وتعمل اللي عايزة تعمله. الطفل مش يقدر يعمل كده، فتلاقيه تلقائيا بدأ يتصرف بتلقائيته فيعمل هيسة فنقول له كده. فالمقصود بالأصل الحقيقة مش هو بل الأم أكتر أو الكبار اللي حواليه، حتى لو الأم كويسة ممكن يكون شاف كبار آخرين.
فبدل ما نعلن شفقة وعطف زائف وكأن الحنية كده والقسوة إن إحنا نعلم أولادنا وشعبنا إن يكون هادي في الكنيسة، الكنيسة تكون نظيفة منظمة طريق مكان ربيت ربنا العبادة، لا نعمل إحنا العملة ونرفض التقويم، واللي يجي يقوم يبقى القسوة والظلم وال... يعني أنا عايزة إيه القسوة والظلم إن الكنيسة تبقى هادية؟ في حاجات لازم نكون إحنا واعيين بيها، لأن أولادنا دول مسؤوليتنا. صدقوني لما بيكون في قداس الناس هادية فيه تلاقوا الأطفال هاديين. أنا أحكي لكم حكاية تضحك شوية. كنت في كندا وبعدين أبونا بيحكي لي، أب كان هناك وهو في الكنيسة سمع صوت طفل كده ولا اتنين صغيرين عاملين هيصة في الكنيسة، فبالحال سأل أبونا اللي معاه التاني قال له هو في أسر جديدة جت من مصر؟ قال له لا ما أعرفش ما شفتش حد. المهم انتظروا بعض القداس وهم بيسلموا على الشعب لو أسرة فعلا لسه جاية إيه؟ لسه جاية من مصر. فبيبقوا متعلمين كده. للأسف اللي بره أنا نفسي تشوفوا صور أو رجعوا الفيديوهات لزيارة قداسة البابا كان أمريكا وكندا، ما تلاقوش واحدة في القداس من غير إشارة، كله في القداس لابس إشارات. ممنوع استخدام الموبايل تماما في الكنيسة، مفيش حد يستخدمه في الكنيسة خالص. ممكن يلبسوا بره زي ما هم عايزين، لكن في الكنيسة لبس له احترام. الأطفال ما نسمعش الهيصة دي خالص، بقوا مهديين. ما هم نفس الجينات ونفس التركيبة، إيه اللي جرى لهم؟ اللي جرى لهم بيتأثروا بالوسط المحيط بيهم، بيلقطوا ويتعلموا. فالحقيقة إحنا لا نقصد الأطفال لما بنقول الهدوء، ولكن الكبار، والكبار ما يبقوش في الكنيسة بس، في البيت دي في التربية تلاقي في ناس ولادهم ما يصرخوش كتير، لكن ناس تاني ولادهم أما يتضايقوا صراخ وعويل بصورة صعبة. ليه؟ دي المدخلات اللي دخلتهم هم عايشين في البيت، الضوضاء والهيصة اللي عايشينها. هم نفسهم أما يحبوا يعبروا عن تعبهم يروحوا مصرخين ومزعقين. انتوا عادة لما يكون مكان فيه هيصة تلاقي الناس صوتها عالي، يبقوا مش مسموعين، فكل واحد يعلي صوته، كل واحد يعلي صوته عشان يتسمع، فتلاقوا الدنيا بقت هيصة أكتر. فجي لو طفل مثلا حاجة تعباه وعايز يعبر عن تعبه وعايز يعبر عن تعبه فممكن مش هيتسمع إلا لو علّى صوته، فتلاقوا يصرخ وإلا مش هيتسمع. لكن لو في مكان هادي وحس إن أقل حركة هتلفت الانتباه ليه وحد هيهتم بيه مش هيصرخ ولا يزعق. فهي مرتبطة بينا سواء جوه الكنيسة أو أصلا حتى من وإحنا في البيت.
والآخر بدل ما نبحث الأسباب الحقيقية نفضل نلوم، نرمي العيب على غيرنا وكأننا عايزين نفضل زي ما احنا. لو في هيصة تفضل الهيصة، لو في عدم نظافة تفضل عدم النظافة، لو في عدم نظام يفضل عدم النظام، غير كده يبقى قسوة. فده أسلوب يعني لا يؤدي للتحسن أو للتطور ولا للنمو. فأرجو صاحب أو صاحبة هذا السؤال يراجعوا نفسهم في هذا المفهوم. حد بيطلب الصلاة من أجل ستي عيانة، ربنا يشفي. يعني إيه سبيل ظلك السريع المعونة على العبد؟ هل إحنا كده بنعبد العذراء ونخليها في مكان ربنا؟ أبدا، معونة شفاعتها. يعني تسندنا بإيه؟ بشفاعتها، تتشفع من أجلنا. هل الملاك الذي ظهر للعذراء هو اسمه جبرائيل ولا غبريال؟ غبريال وجبرائيل نفس الاسم بس بنطق مختلف. لماذا الكنيسة لا تكون على ثبات ديني واحد ولا يخرج منها طوائف أخرى؟ ولماذا لا نحارب هذه الطوائف؟ ولماذا كتبت هذا السؤال؟ ربنا ادى الانسان الحريه يعتقد كما يشاء، وبالتالي ممكن يطلع طوائف اخرى ولا يخرج منها طوائف اخرى، عشان في ناس بحريتها بتختار مسلك آخر. ولماذا لا نحارب الطوائف؟ نحن لا نحارب أحد، احنا بنحارب حد، احنا بنشرح الإيمان لكن ما بنحاربش حد. دايما حتى لما بنيجي نذكر نقول اخواتنا البروتستانت، اخواتنا الكاثوليك، ما هيش حرب، دي دراسة، دراسة فكر. لماذا السيد المسيح لم يقل للعذراء يا أمي وكان يقول لها يا امرأة؟ التقليد بتاع بلاد الشام إلى يومنا هذا أن لفظة التكريم للمرأة لما حد يقول لها يا امرأة بمعنى يا أيتها السيدة، ليدي يعني. نرد إزاي على اللي بيقول إن البخور ده عادة وثنية وإن إحنا بنستخدمه في الكنيسة؟ ده في حاجة من العهد القديم حاجة اسمها مذبح البخور، وفي سفر الرؤية يقول أعطوا بخورا، يعني في تذكير يعني في الموجود. وربنا نفسه شرح البخور يتكون من إيه في سفر اللويين. لماذا يوجد بعض الطوائف لا تتشفع بالعذراء مثل الإنجليين؟ إيه اللي لماذا يعني؟ ما اللي إحنا كنا بنقوله ده إيه يعني؟ لماذا يوجد ناس غير مسيحيين؟ لماذا يوجد؟ ما ممكن أقول لها لماذا إيه يعني؟ لماذا صاحب السؤال هنا؟ هل عبارة جميع الأجيال تطوبني يوجد بها شيء من الفخر والتعالي؟ أبدا، ده بتقول نظر إلى اتضاع أمته، يعني انكسارها وتواضعها.
يعني لكن خلى من هو الرفع البائس من الأزمة زبالة، يعني رغم ان هي كده لكن خللها مكان كل يطوبها فيها. واحدة بتتغنى بحمد أشكر ربنا ان خلاني في حاجة تخلي الناس كلها ايه تطوبني بيها، دي كانت بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنها نظر هي بتنسب المجد لربنا إن هي رغم إنها لا شيء أدها كرامة تخلي الناس كلها تحسدها عليها، ليس بلهجة الفخر على الإطلاق. ليه الحقد ده؟ في واحدة يعني كانت بتقول راح الدير وكده، يعني مش هكمل بقية السؤال، ممكن تبقى تقابلني ونشوف يعني ايه اللي تقال لها ايه بالضبط. احنا اتولدنا مسيحيين ارثوذكس ودي نعمة من ربنا. طيب لو واحد اتولد في طائفة تانية أو حتى دين تاني فإيه ذنبه؟ إن دايما الإنسان بيحاول يثبت صحة معتقده. أدي إحنا بندرس، اللي بيقتنع بإيمانه بيثبت عليه، اللي ما بيقتنعش بيروح في حاجة تاني، والعكس صحيح. فمفروض الواحد كل ما بيكبر بيدرس، يعني بيبقى فاهم إيمانه إيه. هل البروتستانت يعرفوا أن العذراء مريم ليها أخت؟ ده موجودة في الكتاب المقدس، يقول أخت أمه. هو كان ممكن يقولوا اليهود أن يسوع ابن يوسف وان هو انسان عادي وهو بقى نبي. في منهم كان يقولوا ابن يوسف فعلا ويقولوا النبي الاتي الى العالم، في كانوا بيقولوا كده. عشان كده بيقول من يقول الناس اني انا؟ قالوا واحد من الانبياء، وقالوا ايليا، وكل الناس قالوا حاجه شكل. لو حابب أقرأ أكتر في عصر المجامع زي ما نيافتك اتكلمت بتفاصيل، أقرأ أنهي كتاب أو أنهي كاتب، مصدر موثوق، إيه المطلوب منا بالضبط في المحاضرة السابقة. المطلوب منك في المحاضرة السابقة أنك تفهمها كويس وتذاكرها كويس الأول، بحيث لو فهمتها كويس لو وقع في إيدك أي كتاب أو أي مرجع هتقدر تميز إن كان ده كويس ولا لا، يعني إن ده يخصنا أو لا يخصنا. شكرا لنيافتك ولمحبتك الكبيرة، أعطتنا كتير علما ووقتا، ونحن سعداء لتلمذتنا عليه، ونتمنى أن يكون لنا مقابلات أخرى مع نيافتك بعد تخرجنا، وأنا أتمنى ذلك أيضا. عموما انتوا بعد التخرج بتبقوا خدام، او بعضكم بيبقى خدام، فبنعمل لقاءات عامة مع الخدام، واحيانا بفكر اعمل لقاءات متخصصة مع بعض المتفوقين في فروع العقيدة واللاهوت، ممكن ناخد حاجات اكثر تفصيلا شوية، فممكن يعني نفكر في الحكاية دي، نجمع كذا دفعة مع بعض ونعمل لهم حاجة يعني للي هم عندهم استعداد. ما معنى آية أن الجميع زغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله؟ ليس من يطلب الله، ليس من، هل هذا معناه أن الإنسان شرير بطبعه وليس فيه خير، وأن ليس أحد واحد جيد يطلب الله؟ يقول إن كل الجميع أصبحوا تحت الضعف البشري،
ولا يوجد إنسان بلا خطية، وكلنا كنا محتاجين خلاص السيد المسيح. ما فيش ولا واحد من البشر في غير احتياج للمخلص. ما معنى التكلم بألسنة بصورة واضحة أكتر؟ إن في ناس فجأة كده تلاقيهم يبرطموا بحاجات ويقولوا إحنا بنتكلم بألسنة، إيه ده؟ إنجليزي ده؟ لا. فرنساوي؟ لا. لكن كان زمان التكلم بألسنة إن ربنا إدى نعمة للرسل يتكلموا باللغات اللي هم هيبشروا بيها أو للناس الآخرين يفهموها، أو البعض إدهم ترجمة. ممكن لو واحد اتكلم بلغة إدى واحد تاني ترجمة يترجم، لكن الهدف في الآخر لازم الناس تفهم. لكن بدون ما يكون ليها معنى يبقى حاجة يتحط عليها علامات استفهام. بس اليهود مش بيطوبوا العذراء. صحيح، ده صحيح، اليهود مش بيطوبوا العذراء. قالت جميع الأجيال، لكن مش شرط كل الجيل، لكن جيل ورا جيل هيطوبوها، لكن مش شرط كل الايه، كل الجيل. انا عندي مشكلة صعبة ليها فترة كبيرة، وبصلي ان ربنا يعمل معايا معجزة. فهل الله ممكن يعمل معايا معجزة؟ مش احنا بنؤمن بالمعجزات؟ طبعا ربنا ممكن يعمل معجزة، لكن احيانا احنا بنطلب حل المشكلة بطريقتنا. في حاجات ممكن ربنا يعمل بيها معجزة ويحلها، وفي امور تانية ربنا يسمح بتجربة معينة، لكن ممكن عمله يبقى جوانا يدينا القدرة ونعمة ان احنا نتعايش ونحتمل هذه التجربة. القديس بولس الرسول عنا من الحكاية دي مرة، أعطي شوكة في الجسد، ثلاث مرات طلب من ربنا وربنا ما عملش معاه معجزة. قال له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل. فإحنا نطلب أن ربنا يكون معنا، مش شرط بالطريقة اللي هو شايفها، قد تكون بمعجزة أو قد تكون بنعمة يدهلنا نقدر نتعايش مع المشكلة دهية. كيف يشرح الخلق دني الخلق دنيين؟ لا، هنا يشرح الخلق دنيون بقى عشان تبقى فاعل هنا. الأقنوم في الثالوث باختلاف عن التجسد. لا، هنا في التعريفات أما يجي يعرفوا كلمة أقنوم في الثالوث يقولوها بطريقة زينا، لكن في التجسد يعرفوها بطريقة تانية. ما اسم كتاب البابا تيموساوس الذي يحتوي على مجمع أفسس وهو، وهل مترجم إلى الإنجليزية؟ هو الكتاب اسمه أعمال مجمع أفسس الثاني. الكتاب موجود باللغة السريانية ومترجم إلى اللغة الألمانية، مش بالإنجليزي، بالألماني. يا سيدنا، كان في حد بعت لقدسك سؤال عن الحب وحضرتك ما جاوبتش، بس ما أحوجنا لمعرفة مثل هذه الأمور معرفة كنسية نقية صحيحة. يعني مثلا كتب الدكتور فلان حلوة جدا. السؤال، احنا في احتياج لمعرفة هذه الأمور، فلماذا لا تؤدي الكنيسة دورها؟ يعني اللي أقصده انه بتحصل لناس كتير منه عسرة. طيب ايه هو السؤال؟ يعني سؤال عن الحب. ايه السؤال عن الحب؟ يعني انا يمكن ايه، حد سألني على الحب، أنا ساعتها قلت بدعابة الحب اللي في دماغكم طبعا لا، يعني قلتها كده. لكن طبعا
الحب ده شيء جميل ومشاعر طبيعية خلقها ربنا في الإنسان. المهم يكون حب حقيقي ناضج. لكن ما أكثر الشباب اللي تحت اسم الحب يسلكوا سلوكيات غير لائقة وخاطئة وتحت عنوان إيه؟ الحب. ده حتى بعض الشعراء رسوا اللي هم لهم مشاعر يعني عالية، رسوا أو تأثروا بالناس اللي شوهوا الحب. أحاول أفتكر حاجة كانوا حفظناها زمان في المدرسة، يعني يقول إيه؟ غالبا إبراهيم ناجي كان في قصيدة درسناها في يمكن في تانية ثانوي أو حاجة زي كده، يقول: ذلك الحب الذي علمني أن أحب الناس والدنيا جميعا، ذلك الحب الذي صور من مغدب القفر العيني ربيعة، إنه بصرني كيف الهوى هدم من قصي الحسن المنيع. كيف الورق الناس يعني هدموا إيه؟ من قدسيته الحسن. حاول أفتكر حاجات من زمان. وجل لي الكون في أعماقه أعينا تبكي دماء لدموع. يقول كيف الورى هدم من قدسه الحصن المنيع، وجل لي الكون في أعماقه أعينا تبكي دماء لدموع. يعني مجرد شاعر له مشاعر رقيقة، شايف إن في ناس كتير هدموا قدسية الحب وشوهوه وخلوا معناه رديء ووحش وأصبح قرينة لمعنى مش كويس، مع إن الحب بذاته شيء جميل ربنا خلقه في الإنسان كمشاعر سامية راقية لو الإنسان عاشها بطريقة جميلة سليمة شرعية بتجعل الحياة جميلة. لكن في ناس يستخدموا الاسم واللفظ استخدام سيء، أساءوا لقدسية الكلمة نفسها، والهدم من قدسية الحسن المنيعة. وجال لي الكون في أعماقه أعينا تبكي دماء لدموع. ده الشعر اللي بيقول كده. فصعب إن نتكلم عن حاجة تخص المشاعر على عجالة بطريقة ممكن البعض اللي بيحاول يستخدمها غلط ياخدها كمبرر، ده الحب كويس وكده خلاص يلا نحب. لكن أي حب هذا الذي تتكلمون عنه؟ عشان كده ساعتها قلت لكم الحب اللي في دماغكم يعني طبعا مش مظبوط. زي مرة زمان حد واحدة جت سألت تقول لي هي المحبة مش من ربنا؟ فالسؤال خلى الريبة تدخل في داخلي كده، هي المحبة مش من ربنا؟ فأنا شكيت الحقيقة في اللي ايه فيما وراء السؤال. قلت لها مش أي محبة، لأن الكتاب نفسه يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، فمش أي حاجة هنحبها. لكن تقصدي إيه؟ فقالت لي بقى يعني لو حد كده يعني قام بدور شهامة معايا وكده وحسيت إن أنا في مشاعر حب تجاهه،
مش المشاعر دي تبقى من ربنا؟ قلت لها لا طبعا، مين هو الحد ده وايه الصفة وهكذا. ففي احيانا الناس حتى عايزة تنسب لربنا اخطائها وتحاول تستنطقنا بسؤال ملتوي غير واضح ويعرضوا الطريق عشان نقول وبعدين يسلكوا في طريق مش كويس. فعشان كده في حاجات الإجابة عنها بتحتاج صورة شخصية كده مع الشخص، أي مشاعر حب تتكلموا عنها. لكن الحب بذاته كاتنين يحبوا بعض، يخطبوا بعض، يتجوزوا، حب محبة زوجية، طبعا حاجة جميلة. حتى في الوصية يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم، دي وصية. لكن لو خرجت عن نطاق الشرعية تبقى خطية. والغريبة معظمكم عارفين كده، لكن في ناس تحب تخدع نفسها أو عايزة تبرر لنفسها. وأبونا قال، سيدنا قال، ويبرروا لإيه؟ لنفسهم. فما بنولكوش اللي في بالكم في الحاجات دي أبدا. فاللي في دماغكم لا، لكن اللي قلنا عليه اللي هو وصى بيه الكتاب ده حاجة تاني. نيافتك قلت المحاضرة اللي فاتت عن كتب ألفها القديس ساويرس الأنطاكي، ممكن قصك تقول على بعض منها علشان أجيبها وأقراها؟ صعب إنك تجيبها. في كتاب أعظم كتاب اسمه كونترا جون جراماتيكام ضد يوحنا النحوي، ده 3000 ده 3 أجزاء كبيرة موجودة باللغة السريانية، ولما ترجم ترجم إلى اللاتينية، وفي حاجات منه مترجمة باللغة الإنجليزية اقتباسات. له كتاب اسمه فيلاليسس محب الحقيقة، ده بالسرياني ترجم للفرنساوي وأنا مترجمه، ترجمته عندي بس محتاج جهد مني عشان أنشره. في كتاب، في رسائل، لور مئات الرسائل، وفي كتاب ضد يوليانوس الخيالي برضو للقديس ساويرس، لكن هو كتب رسائل كثيرة جدا جدا جدا، مئات، لأن يعني عاش فترة طويلة مترحل. كان في واحد عالم اسمه بروكس نشرها باللغة الإنجليزية، فيها يجيب النص السرياني والنص الإنجليزي. وفي له رسائل روحية ونسكية ترجم منها، كانت مترجمة بالفرنساوي، ترجم جزء منها كبير بس كلها روحية مش لاهوتية. يوسف حبيب، لو تدوروا على كتب يوسف حبيب، بس كل اللي ترجمه يوسف حبيب كان اللي هي الرسائل الروحية أكتر مش اللاهوتية. في سؤال، في سؤال في مدح، فانا مش مكسوف اقراه، فيعني ايه، في مدح وفي نصيحه. وفي نصائح. مكتوب بخط منمنم. طب هحاول اعدي الحاجات من الرسائل يعني. وبعدين
في بيقول يعني ايه اقبل من حقارتي انك تملى الابرشيه، دي النصيحه بقى يعني انك تملى الابرشيه بعلم، بالعلم يعني علم الاجيال القراءه والبحث، دي وزنة نيافتك الحقيقيه. التعمير هيحصل لا محاله، لكن التعليم يتطلب التركيز والاهتمام، ولكي يعين وكل يقين أن علم يفتك هيثبت ناس كتير جدا. ربنا يحبب شعبك فيك يا سيدنا. شوف يا أولاد هقول لكم، الأولويات بتتداخل. احنا حتى عشان نعلم محتاجين مكان يا أولاد. يعني أنا أول لما جيت حبيت أعمل لقاء عام مع الخدام والخادمات في الأبرشية كلها، وبعدين بدور على مكان أو كنيسة أجتمع فيها مش لاقي. يعني أدي المطرانية اللي بيشكوا ان احنا بنقول للأولاد اطفال بلاش كلام وعمالين يتكلموا، ادي الكنيسه قاعدين فيها شوفوا ساعتها قد ايه، ادي المطرانيه كل واحد يبص في الكنيسه اللي جاي منها يشوف قد ايه، كلها كنايس محدوده. أكبر كنيسة كانت سئيل، ولما جيت ما كانتش لسه حتى متبلطة. رحت أصلي القداس هناك، الشراب بتاع اللي لابسه اتملى رمل وأنا بعمل دورة البخور، فمش عارف ألتقي بيهم. فقلت ألتقي بكنيسة كنيسة عشان أقدر. طب هقعد يعني كده؟ كان ممكن لقاء واحد أعمل لقاء موسع، ما لقيتش مكان. فقلت خلاص أمري لله، أعمل اللقاء بكنيسة كنيسة. فقلت أبدأ بحسب أقدمية الآباء الكهنة، أدعي عشان أحط قاعدة كده أبدأ بمين. قلت حسب أكبر كاهن في الأبرشية أبدأ بكنيسته وهكذا. فعندنا أقدم كاهن كان أبونا بولس، ربنا يديله الصحة ويطول عمره. قلت له يا ابونا انا عايز كشف الخدام والخادمات عشان استدعيهم اقعد معاهم. الحق يقال ابونا بولس ربنا يشفيه ويطول عمره منتهى الدقه والنظام والالتزام، قال لي النهارده هيكون عندنا يفتك. وبالفعل بصيت بعت لي كشف في حوالي 480 خادم وخادمه. أنا سعة الكنيسة زي ما أنتوا شايفين ما تكملش 300. فقلت لو حتى ألتقي بكنيسة واحدة مش لاقي مكان ألتقي بيه إيه بيهم. فقلت له خلاص ابعت لي الأمناء وهكذا. ما فيش ولا مكان نعمل فيه مؤتمرات. يمكن في أبرشيات أخرى كل كنيسة في الأبرشية عندها مكان للمؤتمرات ومكان وأكتر. إحنا الأبرشية كلها ما كانش فيه ولا مكان نعمل فيه مؤتمرات عامة لولادنا. فعايزين يبقى عندنا أماكن. في حاجات كتير إدارية في الخدمة محتاجة ترتيب، ولو ما رتبتهاش أنا طب مين اللي هيرتبها؟ ففي أمور كتيرة خدت مني جهد ووقت، بدل ما كنت أبقى متفرغ للبحث والحاجات اللي زي كده أطلعها، فأصبح علي عبء إداري وترتيب حاجات لازم أقوم بيها. توقعت إن نحط إيدنا في إيد بعض ونبقى في تعاون عام. الحقيقة ما تفهمتش كويس
لقيت في عدم تجاوب، وكل كنيسة لا حاجتنا محدش يقرب منها، أو يعني قلنا نعمل حاجة مشتركة. يعني إذا كان كل كنيسة مش قادرة تعمل حاجة، طب ما نحط إيدنا في إيد بعض ونعمل حاجات. محدش عايز يعرف حاجة ولا يقول حاجة. فأصبح في عدم، يعني إيه، لو في تعاون هننجز كتير، لكن في عراقيل بطريقة غير مباشرة، ياريت حتى مباشرة، لا بطرق غير إيه مباشرة، فلقينا في عوائق كتير، فتاخد مننا جهد في الترتيب. وللأسف دي مسؤولية الأب الأسر، يعني يمكن الآباء الكهنة حملهم بيبقى خفيف شوية، لأن بيبقوا مسؤولين عن الرعاية الروحية فقط. الأب الأسر بحسب التقليد بيبقى مسؤول عن كل حاجة، روحي ومادي وإداري ومالي، ومسؤول قدام الدولة والكنيسة وله صفة رسمية. فأردت أو لم أرد، مسؤولية وقع علينا لازم نقوم بيها يعني. فأصبح في أعباء كثيرة من هذا القبيل، فحاولنا نمشي في كل الاتجاهات بنعمة ربنا يعني، وبهمة أبونا أبراهام الحقيقة اتوضبت كنيسة سئيل، وبدينا نعمل فيها بعض المناسبات وما زالت بتتعمر، وماشيين دلوقتي في كنيسة الملاك في امبابة. خدنا أرض ما يقرب من 37 فدان، وجاري تخطيطها إن يتعمل فيها مكان للمؤتمرات في وادي المطرون، وفي برضو أرض تانية 15 فدان في طريق الإسماعيلية، اشترك عدة كنايس في تعميرها، وبدأنا ناخد خطوات في البناء والحاجات، بحيث الأماكن دي ممكن يبقى أماكن نعمل فيها مؤتمرات ولقاءات وتعليم، لأن التعليم برضو ما عايز أماكن، ما أقدرش أفصل بيه عن ديت يعني. وفي نفس الوقت قلنا ما نهملش التعليم، فبالنسبة لأعداد خدام كل كنيسة ليها منهج مختلف اللي بيدرسوا فيه بمستويات مختلفة، يعني ممكن كنيسة حظها كويس، كنيسة حظها يعني شوية في الكوادر اللي موجودة، المناهج مختلفة، فقلنا نوحد المناهج ونتغلب على الكوادر، إن نعمل سنترز، كل سنتر يضم كذا كنيسة ويدي فكرة موحد كده، الناس تتعرف على بعضيها، ويبقى نتعلم ان نخدم بروح واحد، ما يبقاش الروح الانعزالية ده هي. وقلت انه يبقى في مواد معينة التقي بها بالكل، بحيث ننشئ جيل اعداد خدام نعلمهم كويس. ما هو انا عشان الف في الكنايس اعلم عمليا مش هينفع، هعلم مين هنا وهنا وهنا ازاي، ما ينفعش واحد لوحده يعمل كل حاجة. لكن قلنا لما نهتم نعمل اعداد خدام كويسين، فدول يطلعوا ينقلوا اللي تعلموه ويعلموا اخرين. فانا بلتقي بالأبرشية كلها من خلال اللي زيكم كده، مش انتوا من الكنائس كلها، فبنحاول نعلمكم وبعد كده انتوا تعلموا وهكذا، فيبقى بصورة أوسع مركزة، وبالتالي نقدر نعلم الكل بطرق يعني ايه أكثر فعالية. ففي حاجات انتوا برؤية خالصة بتقولوها، لكن الواقع العملي في حاجات ما بتبقوش دريانين بيها.
بالنسبة للعظات دي سهلة، الدنيا مليانة عظات. النهاردة حتى القنوات الفضائية أغاني وسيتي في ونسات، الناس نفسها شبعت من الوعظ. لكن أنا بهتم أكتر بالتعليم، فالتعليم ما بيبقاش لكل حد. فعشان كده زي ما قلنا بنخليهم في خلال لقاءات إعداد خدام والمؤتمرات، بس المهم تواظبوا وتيجوا. احنا بنعمل اللي علينا، لكن انتوا برضو ايه يعني كل واحد اللي عايز هياخد. لان في حد بيقول ممكن يتقسم لمناطق ويبقى في سؤال. عملنا قبل كده في اجتماعات الشباب قسمنا، عملت في سنة لقاءات مع الشباب قسمنا كل سنترز برضو، كل كذا كنيسة نلتقي بشبابها في كنيسة معينة. لكن في حاجات كتيرة عارفين زي ما بيقولوا البنية الأساسية محتاجة بتتكون. كنا محتاجين في الكنائس يبقى فيها مجالس، محتاجين يكون فيها لجان بر، محتاجين يكون فيها آباء كهنة، محتاجين يكون فيها خدام، محتاجين أماكن نفسها تبقى موجودة. أنا نفسي تحسوا بينا يا أولاد، يعني برضو تكونوا عايشين معانا وحاسين، ما تبقوش سطحيين في الحب. أو حد يعني كده يعني يقول برؤية شخصية وكله يعمل أبو العريف. بالعكس أنا بفرح لما بسمع رأي يكون صائب وأحب أسمع. لكن أحيانا أما بيكون واحد حسن عنده غيرة حقيقية بيكون رأيه صادق ويكون عنده استعداد يسمع برضه، ويكون هدفه المصلحة وإن يوصل رأيه بخضوع، يعني عارف إن أولا وأخيرا اللي مسؤول أمام الله عن القرار هو اللي هيتحاسب عليه. لكن يعني يسعدني إن ألتقي بيكم في مرات أخرى ومتكررة، يعني وإن كان هذا آخر لقاء الترم ده، لكن لابد أن يكون لنا لقاءات أخرى نرتب لها وطلبوا بيها. أحب أنه لو حتى إحنا انشغلنا عنكم طلبوا، بحيث ممكن نعمل جدول لمؤتمرات دوري، بدل ما بنلتقي مؤتمر مرة في السنة ممكن يبقى مرتين ممكن يبقى أكتر، يعني ما بنتأخرش عنكم أبدا، بس المهم يكون في رغبة. ربنا يسوع المسيح نفسه أما كان يجي يدي نعمة يقول له أتريد أن تبرأ؟ أتريد؟ فاللي عايز هياخد، قال اسأله طب اطلبه تجده. لكن تخيلوا مثلا وإحنا بنتكلم لو شفت ناس عمالة تتكلم، هل دول يفتحوا النفس إن الواحد يعلم؟ لكن لو ناس قاعدين مصغيين هتلاقي الواحد يبقى ممكن يتوسع ويقول أكتر، لكن اللي يفضل يتوشوشوا هيخلوا يعني دول هيفهموا إيه، دي مش معايا الكلام اللي هقوله عايز تركيز مثلا، فيخلوا الواحد ما يتكلمش. أنا بدي مثل يعني وما فيش فايدة. عموما يعني كل سنة أنتم طيبين ونتمنى لكم حظ موفق في الترم الجاي. بقى هياخدوا ايه يا جنانين الترم الجاي؟ هياخدوا ايه الترم الجاي؟ تاريخ الكنيسة في الترم ده. انتوا لسه هتكملوا الترم ده تاريخ كنيسة، والترم الجاي مادة تربوية لا مادة تربوية اخر ترم، الترم الجاي هيبقى عندهم في ترمين تانيين. احنا بدينا معاكم اول ترم فعلا، هيبقى عندهم كتاب مقدس وعندهم الاسرار.
توصل عقيق. طب كويس، يعني لسه عندكم ترمين تاني بس انا مش معاكم فيكم بقى، انا هكون مع سنه المرحله الاولى الترم الجاي زي ما كنت معاكم السنه اللي فاتت. وكده خدتوا انتوا المرس بتاعكم مني في المرحله ده، هي بديت باول ترم، لكن مفيش ما يمنع ان نلتقي في اي وقت تطلبوا فيه أو نرتب ويبقى في لقاء، ممكن مؤتمر أو ندوة أو أي شيء من هذا القبيل. تفضلوا نصلي. يظهر فضي أنا هشتغل بدا خلاص يخبر بيهم يا موني سيتي نمني سماري فيك ناين امتكير الله يترأف علينا ويبارك ويزر وضعه علينا ويرحمنا يا رب. خل شعبك بارك ميراث اكرامه وارفعه الى الابد. ارفع شان المسيحيين بقوه الصليب الموحد الصلاه ضد الباطل تصنعنا كل حين سيداتنا وملكتنا كل الرجال قدس الطاهره مريم والسلاسة العظماء المنير ومخائيل وجبرائيل ورفائيل والأربعة كل أحياء غير المتجسدين 24 كائنا وكل الطغمات السمائية قديس يوحنا المعمدان ومع الأربعة أربعة نالف البتولين وسادة الآباء الرسل والسلاسة الفكية القديسين القديس استفانوس رئيس الشمس وناظر الله الأنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد القديس جرجس والقديس تدرس والبكير مرقوريس والقديس أظامين وكل مصاف الشهداء أبونا القديس العظيم الأنبا القديس البار الأنبا أقول وسلسة أنبا مقرة القديسين أبونا أنبا يوحنا أبونا أنبا بشوية أبونا أنبا أقول التموها وأنا رمية مكسيموس ومديوس أبونا أنبا موسى وأبونا أنبا يحمس كاما وتسعة وأربعون شهيدة شيوخ شهاد كل ما صفوا لباس الصليب والأبرار والصدقين وجميع العذارى الحكيمات وبركة القديس الأنبا أبرآه مصطفى الفيوم والجيزة قديس سمعان الدبان وبركة والدة الله أولا وآخرا بركاتكم المقدسة نعمتهم قوتهم نبتهم محبتهم معاناتهم فلتكن معنا للأبد أمين بإخرسوس بالنوتي بورد كيري نوما كيري سمعات كيري بالمبنى بورد جسوك لكي بورد نبي أول بسم الله في أرواح شعب على مصابة نقول بشكر يا أبينا نزيد السلام شركة ومهبة وعديد روح القدس تكون مع جميعكم. اقعدوا تاخدوا حاجة حلوة وبعد كده تمضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم. خمسة جون بعد ما نفتح ما دخلوش زعلانين بره وعايزين يكلموا ونيا تاني ما دخلوش؟ اه عشان هم قعدوا دلوقتي بعد الأسئلة خصوصا دي في عجلة واحدة طب نبقى نقابلهم حاضر دخليهم دلوقتي ما عايزين يسيبوا دخليهم دخليهم احسبيهم حضور احسبيهم حضور ماشي حد من الاباء يديني قلم بس بعد اذنكم بس يفتكر ياخده في الاخر